تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست، وكالعادة مع أبرز المواضيع والتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي نبدأها بعد العناوين. حاخامات يطلقون فتوى وأطباء إسرائيليون يوقعون عريضة، دعوات لقصف مستشفى الشفاء بغزة. وفي مواضيعنا أيضا، بعد وصول تهديدات إلى منظمي الحراك في السويداء، بيان بتعليق الإضراب العام منعا لإراقة الدماء. بعد أن أثارت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بالدعوة إلى قصف غزة بالقنابل النووية، يبدو أن هناك إسرائيليين يزاودون عليه لارتكاب جرائم أكثر وحشية وعلى يد رجال دين هذه المرة، حيث أفتى 43 حاخاما لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بجواز قصف مستشفى الشفاء في قطاع غزة في حالة اختباء عناصر من حركة حماس الفلسطينية داخله. جاء ذلك في رسالة وقعها 43 حاخاما وأرسلوها لنتنياهو حسب ما نقلت القناة الإخبارية 14 الإسرائيلية. وقالت القناة، وجه صف من الحاخامات رسالة إلى رئيس الوزراء ورؤساء مؤسسة الجيش، ذكروا فيها أنه لا يوجد أي حظر شرعي بين قوسين ديني وأخلاقي على إيذاء العدو في حال استخدم المدنيين دروعا واقية ويختبئوا خلفهم على أمل ألا يؤذوه. وأشارت إلى أن الحاخامات أوضحوا في رسالتهم أنه على الرغم من ضرورة تحذير السكان مسبقا، فإن اللوم يقع على عاتق القتلة الذين يختبئون خلفهم. وكتبوا في العريضة، إذا سالت دماء بريئة في مثل هذا العمل بين قوسين قصف المستشفى، فإن اللوم يقع فقط على رأس القتلة المتوحشين ومناصريهم، على حد تعبيرها. أضافت القناة الإسرائيلية أن هذا النداء جاء في أعقاب الأدلة التي قدمها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن المقر المركزي لحركة حماس يقع تحت المستشفى المركزي في مدينة غزة، وهو مستشفى الشفاء. من جهة أخرى، قام أطباء إسرائيليون يريدون السير على نفس النهج، دعا هؤلاء الأطباء الجيش الإسرائيلي إلى قصف مستشفى الشفاء شمالي قطاع غزة بزعم أنه يضم مقرا للمسلحين الفلسطينيين بحسب ما رصدته وكالة الأناضول. وجاء ذلك في عريضة متداولة على شبكات التواصل وقعها عشرات الأطباء الإسرائيليين، وأكدها هذا الموقع، موقع هامي خديش الإخباري الإسرائيلي. وادعت العريضة أن هذا المطلب الموجه للجيش بقصف المستشفى هو حق مشروع لإسرائيل، لكن حركة حماس نفت بشكل قاطع الادعاءات الإسرائيلية حول استخدامها مستشفى الشفاء بقطاع غزة لأغراض عسكرية. جاء ذلك في بيان نشرته الحركة على منصة تيليجرام، حذرت خلاله من أن تكون الادعاءات الإسرائيلية تمهيدا لاستهداف هذا المستشفى. وصدر بيان حماس عقب مؤتمر صحفي لمتحدث الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري، ادعى فيه أن القيادة المركزية لحماس موجودة أسفل مستشفى الشفاء بغزة. زعم هاجاري أيضا أنه يوجد أسفل مستشفى الشفاء أنفاق يستخدمها المخربون كدرع واق على حد تعبيره. وأيضا بدورها قالت حماس في بيانها، نؤكد بشكل قاطع كذب رواية الاحتلال النازي حول استهداف مستشفى الشفاء لأغراض عسكرية أو وجود أي من قيادات حماس فيه. ووصفت الحركة تلك الادعاءات بأنها إجرامية وخطيرة، وتمهد الطريق أمام استهداف المستشفى الذي يضم آلاف المرضى والجرحى ويأوي أكثر من 40,000 نازح. دعت حماس أيضا الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية إلى التدخل فورا لوقف جنون القصف والتدمير للمنظومة الطبية. وأشارت إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن مستشفى الشفاء تؤكد جريمة قصفهم، أي القوات الإسرائيلية، للمستشفى الأهلي المعمداني، وتكذب روايتهم السابقة بحسب المصدر ذاته. من جهة أخرى، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم 31 على التوالي، أي
دخول العدوان شهره الثاني، يواصل قصف مخيمات ومدن قطاع غزة وموقعا آلاف القتلى والجرحى وغيرهم من المفقودين تحت الأنقاض، المنازل المدمرة بنيران الطائرات والمدافع. وأعلنت وزارة الصحة في غزة مساء الأحد، أعلنت وقوع عشرات الشهداء بمجازر عدة استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي بعد أن استهدف مخيم الشاطئ شمالي غرب غزة، لافتة في بيان منفصل إلى ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 9770 قتيلا، بينهم 4800 طفل و 2550 امرأة. أيضا ما يزال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يستحوذ على حديث وسائل التواصل الاجتماعي، ليس فقط من حيث عدد الضحايا والمجازر فقط، بل أيضا الأسلحة التي تستعملها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، حيث بثت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس مقطعا لاستهداف مقاتليها آليات عسكرية خلال اشتباكات من مسافة الصفر في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان في قطاع غزة. وظهر في المقطع أحد المقاتلين من القسام وهو يتجه مباشرة نحو هذه الجرافة المدرعة الإسرائيلية، كان يستخدم قداحته ليشعل النار في مادة ألصقها بهذه الجرافة، ومن ثم يغادر المنطقة سريعا قبل أن تشتعل النيران فيها. وتحول هذا المقطع إلى ما يشبه الترند. الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات مواقع التواصل الاجتماعي لتصبح ولاعة هذا المقاتل، مقاتل القسام، تتصدر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن كانت هذه الولاعة الصغيرة سببا بإلحاق الأذى بأكثر الجرافات المدرعة تحصينا في العالم. لا يبصرون يا رب، هاي دبابات، هاي جرافات. إلى ذلك كثفت حملة نغادر البلاد معا الداعية إلى مغادرة إسرائيل نشاطها، ودعت عبر شبكات التواصل الاجتماعي العائلات الإسرائيلية إلى البحث عن وجهة جديدة حول العالم للإقامة المؤقتة أو الاستقرار مع توفير فرص عمل والاستثمار بمشروعات تجارية. يأتي تكثيف نشاط هذه الحملة في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة وتصاعد التوتر على الجبهة الشمالية مع لبنان وفقدان الشعور بالأمن والأمان، علما أن الحملة أطلقت تزامنا مع صعود اليمين المتطرف والأحزاب الدينية وتولي بنيامين نتنياهو رئاسة الحكومة التي شرعت بالتعديلات على الجهاز القضائي الإسرائيلي. ووسعت هذه المجموعة نشاطها مع تصاعد التوتر الأمني في البلاد مع عدم وجود أفق لانتهاء هذه الحرب، حيث أخذت تروج عبر منصات التواصل الاجتماعي إلى مغادرة إسرائيل، وعرضت مساعداتها على كل من يحمل الجواز الإسرائيلي وليس على من يمتلك جنسية مزدوجة وبحوزته جواز سفر أجنبي فقط.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى سوريا وتحديدا إلى السويداء التي لم يتوقف الحراك فيها منذ قرابة الثلاثة أشهر أو تجاوز الثلاثة أشهر، حيث دعا ناشطون سوريون إلى تكثيف الحضور في المظاهرات اليوم الاثنين بساحة الكرامة في مدينة السويداء بعد ورود أنباء عن تهديدات تلقاها محتجون إثر مشاركتهم في هذه الفعاليات الاحتجاجية التي لم تتوقف كما قلنا. أيضا قالت شبكة الراصد المحلية إن ناشطين وجهوا دعوة لأبناء محافظة السويداء لتكثيف حضورهم يوم الاثنين في ساحة الكرامة لإثبات سلمية الحراك والتأكيد على زخمه بعد تهديد بعض المحتجين من قبل مجموعات مسلحة محلية، حيث توافد المشاركون في الاحتجاجات إلى ساحة الكرامة منذ الصباح. ونشر منظمو الحراك في السويداء بيانا أكدوا فيه وقوع صدام بين محتجين في السويداء مع بعض الأشخاص التابعين للنظام، وأعلن منظمو الحراك في بيانهم هذا تعليق الإضراب إلى أجل لاحق ورفع مسؤوليتهم عن إقفال أي مؤسسة تتذرع بالإضراب، داعين كل أهالي السويداء إلى الوقوف عند حقوقها وكرامتها. أيضا نقلت صفحة السويداء 24 نقلت التفاصيل لما حدث أمام قيادة فرع حزب البعث في مدينة السويداء أمس الأحد، وذلك أثناء إغلاق مجموعة من المحتجين لمدخل المبنى، ويروي تفاصيلها مرهج الجرماني في ساحة الكرامة. بالتدفئة، بالمي، بالكهرباء، بالغاز. المجتمع كان عم يطالب بهذا الموضوع ونحن كحراك أجرنا اليوم، قلنا اضراب عام حتى المدارس. المدارس كانت إشاعة منا، ما حدا من عنا راح على أي مدرسة، كانت إشاعة لحتى الأهالي يمنع أولادهم عن المدارس لحالهم، يكون اضراب حقيقي من الأهالي. أما من عنا كحراك وكشعب ما حدا قرب ولا على أي مدرسة. انقسمنا نحن، رحنا لمنا نوقف التربية وتعطي قرار، تعطي قرار بانه توقيف، بس احنا مطلوب من التربية توقيف شعارات حزب البعث والى الابد يا اسد والحكي هذا. طلابنا اولادنا مش طالبين نحن يكونوا حزبيين ولا مجندين ولا عساكر عند حزب البعث. حزب البعث، طولوا بالكم من التحيات يا شباب. حزب البعث بالمادة الثامنة التغى ب 2012 كحزب حاكم للبلد، ما عاد بحق لهم يفرضوا علينا اولادنا يكونوا حزبيين وهم صغار. هذا مطلب حق لكل الشعب. نحن طلعنا على التربية وتناقشنا بكل اخلاق وبكل ادب مع مدير التربية وسمعنا وسمعناه، وقال الزلمة انا ما بيطلع بايدي. قلنا له نحن مضطرين كشعب، صرنا 80 يوم عم نطالب بانه يلغوا الشعارات من المدارس، ولأن مدارس والأطفال ما فينا نروح عليها. فنحن جايين لعندكم، بيجوا شباب القرى. نحن كان القرار بهذا الموضوع أنه نحن طالعين إضراب من شان المطالب المعيشية، ونحن كحراك إلنا حق وكشعب بتشكير فرع الحزب اللي صار ثلاث أربع مرات جررنا للمواجهة، ونحن
وشي كلاتكم بتعرفوه بقوسوا على الناس، والناس ما واجهتهم، اعطتهم صدورها قالت لهم قوسوا. هاي وحده يسجلوها اليوم. نحن من شان التربية هون، شباب القرى بيجوا بيولعوا دواليب قدام فرع الحزب. نحن متفقين، الشباب عندهم رأي آخر، ولكن نحن متفقين إضرابنا ما بدنا نتواجه مع فرع الحزب يوم 2 3 4 10. إضرابنا لتسكير فرع الحزب بإيدهم هني مش بإيدنا. الشباب إجوا وحرقوا دواليب، أمر عادي مثل المرات السابقة، مع إنه نحن قلنا ما بدنا نروح باتجاههم. بيجي وفد مسلح من شباب هالبلد اللي هو باسم رضوان، وائل الشعار، مهند مزهر، بيجوا بسياراتهم بسلاحهم، بينزلوا على العالم بالسلاح والتهديد وبدهم يقتلوا ويقوسوا. أيضا تم تداول مقطع فيديو للشيخ حكمة الهجري، وذلك خلال استقباله وفدا أهليا من قرية ريمة حازم، حيث قال: نستنكر وجود الميليشيات الطائفية في سوريا ونرفض أن تجرنا إلى حروب بالوكالة. وبنفس الوقت ما نقبل، رغم أنه فعلا كثير علينا سنوات طويلة من القهر والمعاناة، كثير علينا أنه نحن بنفس الوقت يعني نحن أرضنا عم تحترق وشعبنا عم يحترق، يعني الجغرافيا عم تتأذى والشعب عم يدفع الثمن بنفس الوقت من تصرفات هذه الميليشيات الطائفية اللي داخل العنوان ما له أي علاقة بحقوق الإنسان أو بحق الشعوب ولا بوطنية ولا بوطنية حتماً. حتماً شيء للوطنية هالمقالة. نحن كشعب سوري نحن بنعرف شو العنوان الوطني تبعنا، ما حدا بيجي من برا ليعلم عليكم أو علينا نحن كسوريين يعني بشكل عام. الآن كمان يعني في عنا إعلام للأسف إعلام 180 درجة عن القضية وعن الحق السوري وعن الشعب السوري. أنا بستغرب لما بسمع واحد مثقف وبيعتبر حاله مرجعية أو محلل سياسي بيحكي بعالم آخر وكأنه بكوكب آخر، عارف كيف يعني. على كل الأحوال أنا ماني رجل سياسي، أنا رجل دين بدعي بالتوفيق للكل، أما بنفس الوقت بدعي إنه الله تعالى عاد جل وعلا انه فعلا ننقلنا من هالمرحله لمرحله افضل. يستحق هذا الشعب السوري ان يعيش بكرامته في بلده مثل ما بحكيها دون منيه او جميله من احد طبعا. فنحن بنحيي موقف شبابنا مشايخنا الافاضل اللي بنطلب نحن وشبابنا منهم الدعاء بالتوفيق لنا ولغيرنا. عن شو نحن كسوريين مكلومين، نطلب من الله تعالى الخلاص ومن كل شرفاء العرب بالدرجه الاولى الدول العربيه الشقيقه والعالم بشكل عام. عندنا قضية اليوم لازم نحن ندير بالنا وتسليط الضوء لها، لأنه هالأمر راح يكلفنا بعد أعمق من قضايا كثيرة إقليمية بالمنطقة، وعانينا أكثر بكثير ودفعنا شهداء كثير وأكثر من غيرنا بكثير بباقي القضايا اللي كمان بتخص المنطقة العربية بشكل عام. نعم. فنحن اللي عم نلاحظه دائما نشوفه أنه فعلا الشعوب دائما على حق، ولكن أغلب الأنظمة يعني بتكون ضد يعني إرادة شعوبها. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. كما يعرف الجميع، انعكست أحداث غزة على كثير من جوانب الحياة في العالم العربي خاصة والعالم بشكل عام، وبحسب معلقين فإنها كشفت معادن الناس خاصة المشاهير. فتبعنا مشاهير تضامنوا مع إسرائيل وأبدوا أسفهم عما يحدث فيها، بينما آخرون أصروا على نقل الحقيقة إلى العالم أجمع بأن ما يتعرض له الناس في غزة هو عدوان وانتهاك صارخ، إلى حملات المقاطعة التي عمت وسائل التواصل الاجتماعي. الممثل المصري بيومي فؤاد كان هذه المرة في مرمى نيران وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما وصفه معلقون بتهجمه اللفظي على زميله محمد سلام، وذلك بعد عرض مسرحيته في موسم الرياض، وذلك بعد أن أعلن سلام اعتذاره عن المشاركة والسفر إلى السعودية بسبب ما يحدث في غزة. نتابع ما قاله بيومي فؤاد وتعرضه للهجوم. من حقك أنك تعتذر عن المسرحية، لكن مش من حقك أنك تغلط في فنك. احنا ما بنجيش عشان نضحك حضراتكم، احنا بنقدم فننا، بنقدم فننا المصري. انتم بتحترمونا واحنا بنحترمكم جدا جدا.
شيء عظيم ان الفنان يبقى له جمهور في كل الدول. شيء عظيم ان انا اخرج اتصور مع شاب سعودي واتصور مع سيدة سعودية وهي تعلم ان انا مصري. انا بشرف بلدي. كنت بحاول بساعد مع حضراتكم عشان انتوا الاهم، ان انا اخفف عن الراجل اللي انقذ موقف وكان راجل قدها اسمه محمد عمر. انا فنان مصري وليا الشرف. جيت المملكة العربية السعودية وليا الشرف. كتر خيركم كتر خيركم كتر خيركم. احنا بنتعب بنشقى عشان نقدم فن، مش عشان نيجي نضحك. لو الموضوع كده يبقى في فنانين من ايامنا دي بالرحاني الغايب محمد انور المفروض ينتحروا. احنا بنقدم فن. تحياتي لحضراتكم يا فندم. طبعا كان محمد سلام الممثل المصري أكثر من تصدر اسمه وسائل التواصل الاجتماعي قبل أيام بسبب فيديو خرج فيه معتذرا عن عدم السفر إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في مسرحية زواج اصطناعي. قال سلام: أنا كان مفروض أسافر بكرة السعودية للمشاركة في مسرحية زواج اصطناعي بموسم الرياض، ولكن أنا بعتذر عن المشاركة في المسرحية. هي مسرحية استعراضية وأنا مش هقدر أرقص وأغني وإخواتي في غزة بيتقتلوا وبيتدبحوا. أيضا المخرجة المخرجة المصرية كاملة أبو ذكر كتبت منشورا هاجمت فيه بيومي فؤاد وتم تداوله بكثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. تقول فيه: الأستاذ الفنان اللي كنت واحدة من محبيه، لو حضرتك فاكر انك لما تعمل عمل اتحضر وتكتب وتنفذ في 3 ايام وتروح تعرضه وترقص وتغني وتضحك وبعد كده تاخد الاف الدولارات، لو ده بتسميه فن فانا لا يشرفني ان يكون زميلي لك في هذه المهنه. ولما تكون بتعرض التفاهات دي ده لا يشرف الفن المصري. ولما تعرض التفاهه دي ويجارك بيتذبحوا اطفال ونساء ورجال وتقول لي الفن، يبقى ما عنديش كلام اقدر اقول غير انه الاحساس والفن نعمه انتم اخر ناس تتكلموا عنها. بهذا نصل الى ختام ريبوست اليوم. مشاهدينا، غدا لقاء جديد بتمام 7 بتوقيت دمشق. الى ذلك الوقت دمتم بامان الله.